اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية. اللهم وارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات. اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا رهين قبره. اللهم فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم افسح له في قبره، اجعله روضة من رياض الجنة. اللهم إن كان منعما فزده نعيما، وإن كان غير ذلك فأبدل عذابه نعيما. اللهم اجمعنا ووالدينا على سور متقابلين في جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.